السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج انشاءاللہ سورۃ الشعراء کا تیسرا رکوع سیکھیں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا
أول المؤمنين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم. آج کے لیے اتنے ہی. اللہ حافظ.